اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وحلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده واحنا قاعدين بنتابع القناه الاولى كده والفضائيه المصريه في انحاء العالم بنستمتع نخش المطابخ العالميه. النهارده معانا المطبخ صيني والطعم الصيني والتوابل الصيني ولكن بخفه دم مصريه. يعني ايه يا مغازي؟ يعني اخواننا في الصين بياكلوا المكرونه، بياكلوا فراخ، بياكلوا لحمه، بس لهم طريقه في اعداد الاكله. ربنا سبحانه وتعالى وزع نعمه على البشر بالتساوي. معانا النهارده الرومي، هو الصينيين بياكلوا رومي؟ معانا النهارده صدر ديك رومي لطيف وحلو، وزنه يعمل تقريبا كيلو وربع صدر لوحده، يعني مش الديك. هنعمله النهارده فرايد كريسبي مع سويت شيلي. سويت شيلي بيتباع في المحلات بره علبه قد كده، يعني تقريبا 2 سم، بتعمل لها مبلغ وقدره. انا هخليكي تعمليه في البيت مع فراخ مع لحمه، تاكليه بألف هنا وشفا. معانا النهارده النودلز اللي هي المكرونه المتصنعه من الرز. دي الرز ده له استخدامات كتيره قوي. فمعانا النهارده النودلز مصنعه منه زيها زي المكرونه، ولكن الطعم هنا مختلف، بتبقى خفيفه على المعده شويه، بما ان اليابانيين والصينيين عاشقين للرز المصري بتاعنا في السوشي. هنعمله النهارده مع بعض النودلز بالخضار، لها تركايه كده هنشوف نعملها مع بعض ازاي، مع من غير بقى الوايت صوص والكريمه والحاجات اللي احنا عارفينها بتاعه المطبخ الطلياني. هنعملها النهارده صيني مع بعض ونشوف ازاي نعملها بالجنزبيل وتشكيله من الخضار. خلي بالكم الخيار هيخش فيه تشكيله الخضار، ونشوف ازاي ندخل انواع الخضار في الطبق بتاعي. معايا سلطه النهارده انا بسميها بتقاوم الانيميا، الاطفال اللي عندهم انيميا، مشاكل الانيميا، البنجر مفيد جدا. وعندنا السكر اللي هو سكر البنجر، فالبرجر غني بالسكريات، فالنهارده هنعمله ونقدمه بطريقه صينيه لطيفه، ونعمل الصلصه الصيني اللي هي عباره عن صويا صوص وزيت سمسم وجنزبيل. هل البرجر هنا هيبقى طعمه مقبول؟ هنشوف طبعا، لان البرجر ده له مذاق خاص جدا، وخاصه بيتميز بالسكريات اللي موجوده فيه. حلقات النهارده بسيطه سهله، بنتجول داخل المطابخ العالميه كل يوم ثلاث من كل اسبوع، ونشوف ايه اسرار المطابخ الصيني، الطلياني، المكسيكي، الياباني وهكذا. معانا عود كرفس، ما نعمل بوكيه جرنيه. بوكيه الجرنيه ده من عم الشيف، فص جنزبيل حلو كده بالشكل ده كده، بنحطه في الميه اللي بتغلي على النار. عود كرفس، يعني بنجهز شويه ميه عشان انا مش هستخدم هنا مكسبات طعم. مكسبات الطعم بتاعي من بين ايدي، من بين اصابع ايدي العشره. الميه اللي انا هستخدمها دي اللي بتغلي على النار او البوكيه جرنيه هستخدمها فيه النودلز بتاعتي اللي عاملها بالخضار، هستخدم منها شويه في تصنيع السويت اند ساور. حلو الكلام اهو، او السويت شيلي بتاعنا اهي، البصلايه كده بتغلي في النار زي الفل، وحطيت جنزبيل، احط كمان فص ثوم، دي مهمه جدا على فكره. وانت اعمليها، خلصتي شغل في المطبخ بتسيبيها لما تبرد وحطها في ازازه في الثلاجه. خلصتي شغل وطلعت من المطبخ خليها تبرد على راحتها خالص، وازازه الميه بتاعه الاكل بعد ما تبرد تتعاملي معاها عادي مش دون تكلفه، وحطيها في قلب الازازه واكتبي عليها كده شوربه مثلا اي كان، علشان تستخدميها في اطباق مختلفه صحيه تبقى لطيفه وجميله. هناخد معلقه صويا صوص. ان انا ادخل الخيار في الطبق بتاعي النهارده دي حاجه جديده اهو. اخواننا في الصين بيستخدموا الخيار ده في بعض الاطباق بتاعتهم، اذا كانت نودلز بالخضار، لحوم، دجاج وهكذا. ده الخيار اهو زي الفل، تقطع بالطول كده. طبعا بتجيب الخيار اللي هو ما يكونش عامل زي السفنجه، يعني تبقى الخياره كده مش طريه، ده مهمه جدا على فكره. قطع بالشكل ده كده خيار، فلفل شرايح كده، ومعانا كوسه برضو، تشكيله من الخضار محترمه من قلب التلاجة اللي عندك، اللي الخضار قاعد فيها بقاله اسبوع مش عارفه تستخدميه ازاي، في الاخر بتحطيه في كيس مصيره لفين مش عارفين. لازم نصيحه مني، بتعملي شوبينج عايزه تخش المطبخ النهارده تفردي عضلاتك وتعملي اكل حلو لاولادك. تفردي عضلاتك يعني تعملي حاجه ابداع، يعني حلو الكلام. تعملي ايه اول حاجه تفكري فيها؟ تفتحي التلاجة وتعملي عمليه جرد، زي واحد كده داخل مثلا محل يشتري ملابس بيشوف جوه جيبه فيه كام، فيه 2000 جنيه بيحش على محل هيتحمل ال 2000 جنيه، فيه 200 جنيه بيخش على محل فيه 200 جنيه. الجنزبيل الطازه ده معانا زي الفل، معايا طاسه شديده الحراره هنا، بحط الطبيعي معلقه من زيت السمسم معايا هنا مع معلقه زيت عاديه. زيت السمسم ما يتعرضش لنار كتيره لانه فليفر وطعم اكتر ما هو تشغيل على النار. اول حاجه بنزل بيها طبعا هنا يا عم الشيف
البصل بياخد وقت كبير بالترتيب كده زي الفل. ومعانا الجنزبيل الطازه، التوم مش هنزل بيه دلوقتي خالص، ونقلب الحاجه دي كده كلها مع بعض واحده واحده. اللهم صل على النبي. ده الخضار بتاعنا اللي هو بتاع النودلز. واحنا شغالين كده طبعا اخواننا في الصين ما بيحبوش الحاجه متسبكه. ننزل بالفلفل الالوان بالشكل ده كده، وانا عارف مخرجنا الجميل بيحب الالوان الحلوه دي كده. كل ده خضار. الطبق ده يتميز بتشكيله الخضار وتنوع الخضار اللي فيه. هنقلب دول مع بعض واحده واحده كده زي الفل. في حاله التقليب ده يا عم الشيف بنعمل ايه؟ بنحط شويه الصويا صوص. الله، ما تحطيش ملح، الملح ملوش مكانه بينا، خلي بالك. بنحط هنا معلقه كاتشب صغيره، ومقادير النودلز على الشاشه. اكل صحي نقول، اكل هيلثي نقول، اكل امن نقول. هي دي طبيعه المطبخ الياباني والصيني اهو، لان استخدامه للماده الدهنيه قليل جدا. ده توم طازه اهو. نخلي ده كله على النار كده يا عم الشيف، كل ده على النار. هنعمل ايه بقى؟ انواع النودلز في المطبخ الصيني كتيره قوي. طبعا الوسابي صوص اللي بنسمع عنه في المطبخ الياباني، بما ان احنا في الصين لانهم بيستخدموه كمان، في نوعين. النوع اللي هو الكريم اللي بيتباع في امبول زي معجون السنان ده كده، عارفينه، وده بيتباع وبيجي تصدير عشان نبقوا عارفين. وفي الباودر ده موجود برضو تصدير. بيتعمل من ايه الوسابي عشان نبقوا فاهمين؟ بيتعمل من الفجل. ويا سلام لما الفجل بتاعنا ده الابيض الحلو او الاحمر يخش في المطبخ الصيني. دي طازه زيه زي الجنزبيل. شفتوا الجنزبيل البودر؟ هو نفس القصة. تصنيع الوسابي صوص بيتعمل من جذور الفجل. الدرنيات عموما كلها فيها طعم الحموضة شوية وطعم السبايس شوية، إذا كان فجل، إذا كان فجل أبيض، فجل أحمر، جنزبيل، توم، وهكذا. كل ده على النار. مش هنسلق المكرونة هنا بقى، بنعمل إيه يا عم الشيف؟ بناخد النودلز بتاعتنا دي كده أهي. زي ما هي كده أهي. حلو قوي، زي ما هي. ومعانا السائل بتاعنا بيغلي على النار. المية اللطيفة دي، البوكي جرني بتاعنا اهو. خلصت انا الشغل. شفتوا المطبخ الصيني لطيف ازاي؟ عايز اخليه الاسبوع كله. حط دول كده واغطي الحلة دي او الطاسة دي. اخواننا الصينيين لما بيطبخوا طبعا الاكل بتاعهم في الشوع في الشارع او يعملوه للمحلات، بتبقى النودلز دي مسلوقة والخضار ده جاهز. بيقلب دول كلهم مع بعض على جريلا. لا، انا رحت الصين وقعدت في كوانزو، كنت رايح اقعد عرض كده، معرض بيعملوه في كوانزو بتاع ادوات فنادق، فكنت رايح اقعد 5 ايام، قعدت 3 شهور. عجبني الجو هناك. هنقفل الحله دي كده ونسيبها بس خلاص. بعد 5 دقايق من الان تقريبا هنلاقي النودلز دي طلع البخار. ايه الصوره الحلوه دي؟ الله يبارك لك يا فاروق. هيطلع البخار بتاعنا، الخضار، كل ده. هتلاقي النودلز دي فكت واتقلبت مع الخضار، ادت شكل حلو. تشكيله الالوان بتاعه الخضار مع البياض بتاع النودلز، يبقى اكيد الطبق يفتح النفس وشهي. اهم حاجه ايدك ما تجيش على الملح. طيب خلصنا كده النودلز بتاعتنا، خضار النودلز. عايز تشوف المكرونه وصلت لفين؟ تدفع كام حبيب قلبي؟ حبيب والديك، صلي على الحبيب قلبك يطيب. النودلز فين؟ راحت فين النودلز؟ راحت فين؟ اهي، بص عليها كده مع بعض. ايه الحلاوه؟ اهي، شفت الجو ده كده؟ زي في قلب الخضار، تفكها كده تتعامل مع الخضار زي الفل. ارفع حالك كمان حبيب قلبي. بالشوكه كده ترفعيها. دي كانت معانا من شويه صلبه القوام، صلبه الشكل. نودل زي اتفكت، خدت لون. طبعا هتقولي اللون ده منين؟ الوان الخضار، الفلفل الوان. انا حاطط معلقه كاتشب هنا، حاطط صويا صوص. زي الفل. محتاجه كمان شويه بوكي جرنيه. شفت انا اهتميت بالميه ازاي؟ حتى العظمه اللي طلعت بتاعت الديك الرومي استخدمتها، حطيتها في قلب الخضار. الله، طبق ده انا بعشقه. بنشوف على السوشيال ميديا بتلاقي اخواننا الصينيين واليابانيين يحطوا قدامه طبق ده مرتين وزلطوا في لمح البصر. ده النودلز الصيني بتاعتنا الجميله الحلوه.
هي بتفرز كده كده نشويات قوام. يلا يلا صلي على الحبيب قلبك يطيب. اهو 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 ايه الحلاوه دي. اهو اللهم صل على النبي. اهو شويه نودلز دي الرز تتباع في السوبر ماركات الكبيره. خلي بالك ما تقوليش بقى اعملها في البيت، دي مش مكرونه سباكيتي. اهو هو ده. على فين يا عم الشيف؟ نوسع الحاجه الحلوه دي كده عشان عايز اعمل السويت شيلي ده كده على الرواق. ونشيل ده من هنا. الف هنا وشيفه للي ياكل. ده مكانه فين مخرجنا الجميل؟ زي ما تحب. وجنبين نودلز قبل وبعد. حلو، تعالوا مع بعض نعمل السويت شيلي. معانا العسل، معانا النشا، كاتشب، صويا صوص، توم طازه، جنزبيل طازه. كل دول دلوقتي هنستخدمهم مع بعض سريعا في قلب طاسه على النار او حله صغيره كده، لان دي مش كميه كتير. زي الفل، واحده واحده كده مع بعض. حلقتنا النهارده اعتقد ان فيها شويه بساطه شويه سهوله، قدرنا ان احنا نرضي كل افراد الاسره. اللي مش بيحب الفراخ عملنا له رومي، اللي مش بيحب الاسباجيتي عملنا له نودلز من المطبخ الصيني، وعملنا كمان سلطة البنجر بشكل جديد. رؤية، فن، إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى حتى من المطابخ العالمية. الكلام ده منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. We'll be right back.